وليا هذا ماشي باك هذا دوم غير اللي ينساوك. هي الحمد لله زعما في الرصيد ديالي الفني كاين بزاف ديال الناس العمالقه ديال المسرح التلفزيون السينما اللي كان عندي الحظ وشاركت معهم ومنهم بزاف بزاف بزاف. واخا نذكر حتى نذكر زعما تقريبا كاع الممثلين المغاربه شاركت معهم ولله الحمد. عندي تجربه كبيره وطويله واحد العدد كبير ديال الممثلين فيهم اللي اشتغلت مع الفكاهه وبزاف والمسرح. كيف نقول لك كاينين ممثلين اللي تبارك الله زعما كانت الفرصه معهم حاضره وقويه بزاف بحال عبد الزمان مفتاح الخير مع سعيد ادباجه. اش نقول لك بحال واحد العدد الممثلين زعما للاسف دابا حتى مع عزيز داداس واحد العدد بزاف ديال الممثلين. دابا اش نقول لك غادي ندير واحد الخطا كبير لانه غادي نبقى كنتذكر. نقول لك انا تحيه للجميع زعما الناس الفنانين الرائعين اللي كانوا كيتعاونوا معنا وتيخليونا نكونوا متكاملين شي تيكمل شي في وسط الاعمال ديالنا الفنيه. والحمد لله الكثير منها لقات واحد زعما واحد اش نقول لك لقات الحمد لله واحد الاستقبال كبير من طرف الجمهور ولله الحمد. وكان اعتذر بزاف على الناس لانه جداش ما نذكر زعما العدد كبير وكبير ونتمنى ان شاء الله تكون المسيره دائما مفوقه. هي بكل صراحه هي كل ظرف وكيف كيكون حتى بالنسبه للعطاء مني كيكون واحد شويه ديال التغيير مره كنحس دائما باننا كنبحثوا على ابداع زعما بكل صدق لانه لا يعقل واحد الفنان يكون دائما كيدير حويجات كوميديا وينسى الدراما. الدراما فيها حتى هي وما فيها هي الكوميديا صعيبه وصعيبه بزاف والدراما حتى هي عندها حقها لانه الانسان كيخصو ياخذ بعين الاعتبار الا كتبغي توصل شي حاجه ولا شي قصه ولا شي حاجه خاصها تكون زعما بواحد الحبكه دراميه تكون قويه بزاف باش تدرك وباش تقدر تاخذ المشاعر ديال المتفرج. الكوميديا حتى هي ماشي سهله، النكته ماشي سهله وتحط نكته راكك عاديه باش يضحكوا الناس. الحقيقه كيخص واحد يشتغل عليها يكون كبير وبزاف عاد الناس اللي كيكونوا معك الناس اللي كيكونوا حاضرين معك في المشاهد كيخصهم حتى هما يكونوا من الناس اللي كيتلاقاو معك كيبدلوا معك كيتبادلوا معك مثلا الاراء كيتبادلوا معك حتى في اللعب كتكون مثلا كتفكر بشي حاجه كتلقى الناس حتى هما كيستقبلوها معك بواحد الطريقه باش كنوصلوا الفكره زعما مكموله. حتى حاجه ما سهله وكلشي كانت وحشه الاعمال الدراميه وكانت وحشه اللعبو الكوميديا والمسرح بزاف. راه ما يمكنش زعما اي فنان كيف ما كان نوعه ما يزورش هذاك المقام اللي هو الخشبه مره على الاقل في العام. في الحقيقه ملي اشتغلت مع الهام ماشي مره كنشتغل ماشي اول مره لانه خديت مع كمساعدة مخرج واحد العدة ديال الأعمال. إذا إلهام ماشي غريبة علينا. مني تحت في الإخراج أنا شتلا تبارك الله أعمال اللي هي كانت في المستوى زعما بكل صراحة. مني كان عمل كوميدي أول ما لعبتنا البيلوت كنت مشتاقة ماشي بزاف كنت كنتمنى نوصلوا التصوير باش نشوف أنا أش نشوف. هي بالنسبة للفكرة كانت رائعة وحتى تبارك الله الكاستي اللي كان معايا الناس كانت في المستوى بزاف. هي بحال فلان ماشي من الناس الساهلين تا باسو تبارك الله قدرات كبيره وكبيره بزاف في هذا في الفكاهه وعاد كان عالي حتى هو كان ممثل زعما رائع والحمد لله. وكان ممثلين كانوا ضيوف رائعين وفي المستوى ثقيل بزاف عاد لانه ما كناش كنجيو بحال مثلا غير زوار كل حلقه يجي غير شي واحد دايز كيكون كل واحد تبارك الله عنده قدرات قويه وبزاف. انا كنظن بان هادو من الاعمال ان شاء الله اللي غتبقى خالده ورسخه ثاني في عقول الناس. يا ربي يمين يكون سعدو احسن منه نكون انا ظنيت والله يكمل وكان بخير لانه ملي كنكونوا كنخدموا وكيكون واحد تحس بواحد الابداع من طرف واحد المخرجة متألقة بقية صغيرة كتفاهم مع الممثلين كاملين زعما طار الرؤية عندها بعيدة وبعيدة بزاف ما كتخلطش وتطلق مثلا المشهد. هي كتحاول تشوف
هذا وكاين زعما واحد العده ديال المره كنعاودوا ونعاودوا حتى كتلقى البلاصه اللي كتكونوا متراضين عليها تبارك الله عليها. كنا زعما حاسه بان ان شاء الله واحد العمل اللي غادي يوصل للناس ان شاء الله ويبغيو يحبوه ويتمتعوا به يا ربي. من المسائل اللي غادي تكمل في الحقيقه هذا العمل هذا هو البلاطو وهذا المناخ الرائع وهذا برقراق زعما من الضفتين. اشتغلنا في الضفه ديال الرباط واشتغلنا تبارك الله في الضفه ديال سلا زعما كل شيء كانت مناظر رائعه والجو كان ملائم الحمد لله والناس ديالنا كانوا في المستوى. وكنشكر شركه الانتاج ونسا ميديا فيلم تبارك الله عليهم زعما كانوا تبارك الله في المستوى واتمنى ان شاء الله نعاود نشتغل معاهم واكيد ان شاء الله باذن الله.